بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه طبعا المذاكرة أو مراجعة اللي طبعا تتعلق بالقسم السادس استعدادا للامتحان طبعا الموحد الإقليمي. نعم، نبدأ بالظواهر طبعا الصرفية اليوم إن شاء الله. اليوم نهضروا على الظواهر الصرفية. نعم، الآن نبدأ باسم فاعل واسم مفعول. اسم الفاعل واسم المفعول معا. نعم، هذو كيتحطوا في الامتحان. طبعا عندنا اما الفعل قد يكون ثلاثي وقد يكون فعل رباعي غير ثلاثي. نعم، بحال مثلا رسم، رسم فهو فعل ثلاثي. رسم، اذا رسم فعل ثلاثي. اذا اردنا ان نصوغ منه اسم الفاعل فتكون على وزن فاعل، رسم راسم، رسم راسم. واسم مفعول على وزن مفعول، رسم مرسوم، رسم مرسوم. نعم، رسم مرسوم. علاش؟ لان الفعل ثلاثي. بحال مثلا كتب. نعم، كتب ثاني هذا فعل ثلاثي. إذا كان الفعل ثلاثي يسهل علينا صياغة اسم فاعل على وزن فاعل، كتب نقول كاتب. نعم، نقول كاتب. واسم مفعول كتب مكتوب على وزن مفعول، مكتوب، مكتوب. سنرى نماذج في الامتحانات، نأخذ مجموعة من الامتحانات ونناقش هذا، مش الدور اسم فاعل فقط وإنما اسم زمان، اسم مكان، اسم آلة ومجموعة من الظواهر الصرفية. إذا نزيد واحدة أخرى، سامع، سامعة هذا فعل، سامعة فعل ثلاثي. إذا أردنا أن نصوغ من اسم الفاعل على وزن فاعل لأنه ثلاثي فنقول سامع. نعم، سامع. واسم مفعول على وزن مفعول، مسموع، كلامك مسموع. نعم، مسموع. دابا الآن سنناقش اسم فاعل واسم مفعول من غير الثلاثي، بحال مثلا رتب، رتب. هذا الفعل غير ثلاثي لأنه عنده تضعيف، رتب. إذا من اللي كان غير ثلاثي بلا سهلة مرة، نبدأ بالميم مضمومة، مو را تيبون وكسري ما قبل آخره، مرتبون. تا اسم مفعول كنبداو بالميم مضمومة، مو را تابون، مرتب فتح ما قبل آخره. الآن مثلا أرسل، فهاد أرسل فهو غير ثلاثي، واحد جوج ثلاثة غير ثلاثي. إذا لو بغينا نصوغ من اسم فاعل سهلة، نبداو بالميم مضمومة، مرسلون. نعم، مرسلون، مرسلون باردون، اسم فاعل مرسلون، مرسلون. واسم مفعول ديما نبداو بالميم مضمومة، مرسلون. هي القاعدة تنقولوا تحويل إلى المضارع مع إبدالية ميما مضمومة بالنسبة لاسم فاعل كسر ما قبل آخره واسم مفعول فتح ما قبل. حنا بلا ما نقولوا هاتي صافي، نبداو بميم مضمومة، أرسل، مرسل، مرسل. مثلا استقبل، استقبل هذا باين أنه فعل غير ثلاثي، ده سداسي غير ثلاثي. استقبل نبداو بميم مضمومة، مستقبل. نعم، مستقبل، مستقبل باردون، هذا مستقبل اسم فاعل واسم مفعول، مستقبل، مستقبل، مستقبل. إذا بالنسبة لاسم فاعل كسر ما قبل آخره، وبالنسبة لاسم مفعول طبعا فتح ما قبل آخره. هذا بالنسبة لاسم فاعل. سنرى مجموعة من طبعا الامتحانات الإقليمية ونطبقوا فيها هذا الشيء هذا في هذه القواعد هذه ديال اسم فاعل مفعول، وسنجيبه طبعا بامتياز. نزيد واحدة أخرى هنا، مثلا أنتج، أنتج، أنتج ونتج. يعني ناخذ الفعل انتج والفعل نتج. انتج ده غير ثلاثي وهذا ثلاثي. بالنسبه لانتج اللي هو غير ثلاثي كنبداو بميم مضمومه، منتج. نعم، منتج. واسم مفعول منتج، منتج فتح ما قبل اخره، منتج. علاش؟ حنا قلنا بالنسبه للفعل غير ثلاثي اسم فاعل كنبداو بميم مضمومه، منتج، وبالنسبة للاسم منتج. أما نتج فهو طبعا ثلاثي، اسم فاعل سهل، ناتج، ناتج وناتجة. واسم مفعول منتوج، منتوج، منتوج.
توجن، نعم من توجن. هذا بالنسبة لاسم فاعل. ديها أمثلة سنقوم بإنجاز يعني انطلاقا من امتحانات إشهادية. نمر إلى ظاهرة صرفية أخرى. الآن سنمر إلى اسم الزمان واسم المكان. نعم هذا ثاني عندنا درس. فمثلا ناخذ أمثلة على اسم الزمان. هذا عندنا الفعل شارق. نعم عندنا الفعل شارق. إذا اسم الزمان نصوغ على مشرق، مشرق الوزن مفعل. ومثلا عندنا الفعل وضع موضع. فعل وضع إذا أردنا أن نصوغ منه اسم مكان موضع. نعم موضع هنا على وزن مفعل. عندنا مثلا يسبح. يسبح يسبح كرجعها. طبعا الماء سبح مسبح. نعم مسبح. نعم مسبح. إذا اسم الزمان اسم مكان هنا من هذا الثلاثي إما عود مفعل أو مفعل. مسبح هذا مكان. وعد موعد. وعد موعد. وعد موعد. ثم في غير ثلاثي بحال استقر. استقر نعم اسم طبعا المكان. مستقر. مستقر مستقر. التقى اسم مكان. ملتقى نعم ملتقى. هذا طبعا اسم الزمان واسم المكان. نعطي أمثلة أخرى. عندنا مثلا الفعل غاب. مثلا نقول يظهر الهلال بعد مغيب الشمس. نعم مغيب الشمس. متى مغيب الشمس؟ إذا غاب مغيب. نعم ثم عندنا انعرج. انعرج اسم مكان. منعرج. منعرج هذا فعل غير ثلاثي. منعرج نعم هذا غير طبعا ثلاثي. منعرج. نبحث على نعم شي طبعا اسم الزمن او المكان. الفعل عندنا ركب. ركب ركب اذا مركب. نعم مركب. اذا لو كان ثلاثي غالبا تكون على وزن اما مفعل او مفعل على حساب شرق يشرق مشرقون سبح يسبح مسبحون وعد يعد موعد غاب يغيب مغيب. طبعا ان عرج ينعرج منعرج. منعرج لك غير ثلاثي كيبدو غالبا من مضمومه. ركب مركب يركب مركب. نعم نمر الى ظاهره اخرى. الان سنمر الى اسم الاله. اسم الآلة هذا كيتحط في الامتحان. إذا بحال مثلا عندنا الفعل نشر. نشر النجار طبعا الخشبة. نشر منشار هنا جانا على وزن فعال. نشر منشار. عندنا مثلا الفعل رش. نعم رش الآلة هي مرشة. مرشة نعم مرشات. عندنا الفعل كوى على وزن مفعلة. كوى مكواة. مفعلة مكواة مفعلة هذا اسم آلة. طبعا عندنا نماذج أخرى مثلا اسم آلة. مثلا يقود الفعل يقود. يقود إذا باش نعم اسم الآلة هو مقود. مقود نعم مقود. عندنا نظر. نظر الفعل نظر نصوغ منه اسم الآلة. نظر منظار. نعم منظار سنرى مجموعة من التمارين طبعا في الامتحانات بعد قليل. نظر منظار. نعم الآن نمر إلى طبعا اسم التفضيل. اسم التفضيل نعم اسم التفضيل يعني هنا عندنا شيئين اشترك في واحد الحاجة زاد بعضهما زاد أحدهما عن الآخر. اسم تفضيل تكون غالبا على وزن أفعل. مثلا حسن. حسن نقول أحسن. أحسن فضل.
فضل أفضل أفضل عظم نقول البحار المحيطات من أعظم أعظم من أعظم خلق الله عظم أعظم طال نقول أطول كثر مثلا نصوغ من اسم تفضيل كثر أكثر نعم هذه طبعا سهل اسم تفضيل اسم تفضيل اسم يدل على أن شيئين جوج حوايج اشتركا في واحد الحاجة وزاد أحدهما على الآخر فنقول مثلا كبر أو أكبر أنا أقول أنا أكبر منك سنا أكبر منك سنا حنا طبعا أنا عندي عمري وأنت عندك عمرك ولكن أنا أكبر منك سنا إذا اشتركنا طبعا في عندنا سنة عمر لكن أنا أكثر منك سنا نعم إذا اسم تفضيل حسن أحسن فضل أفضل عظم أعظم طال أطول كثر أكثر غالبا في الامتحانات يعطيونا فعل وتيقول لك صوغ منه اسم تفضيل نادرا ما كنقول لك استخرج من النص اسم تفضيل ولكن غالبا تيكون عندنا كيعطيك فعل ويطلب منك صياغة اسم التفضيل نعم هذه طبعا فقرة مهمة سنراها ننتقل إلى الفعل الصحيح والفعل المعتل غالبا في الامتحان تركزوا على الصحيح سالم نعم سالم كاين المهموز وكاين مضعف والمعتل كاين غالبا الاول مثال اجوف وكاين الناقص وعاد كاين اللفيف مفروق واللفيف مقرون عرفوا هذو بعدا سالم ما سالم من الهمز والتضعيف بحال مثلا علم اولا الفعل الصحيح هو الذي تخلو حروف الاساسيه ديالو من حروف العله هاي حروف العله هاي ها هي حروف العلة إذا نقول فعل صحيح عندما لا نجد أي حرف من في حروفه الأساسية أي حرف من حروف العلة إذا بحال عالمة ما عندنا حتى شي حرف علة إذا وما عنده لا همزة وما عنده لا تضعيف إذا فهو سالم عالمة مهموز بحال أخذ سأل مضاعف بحال عد عد يعد لكن لاحظوا الفعل شارك شارك هذا الحروف الأساسية ديالو هي شارك نعم الحروف الأساسية ديالو هي شارك هذا ليس بمعتل واخا عنده الألف لاش لأنه ديما كناخذوا الحروف الأساسية ديالو هذا ليس بمعتل شارك فهذا فعل صحيح سالم شارك المعتل مثال بحال وضع يائس يائسة ولد أجوف بحال كان ساد هذا فعل أجوف يعني الداخل ديالو كاين حرف العلة ناقص هو اللي كان في الأخير ديالو حرف العلة بحال جرى هيا بحال سما دنا وهكذا هذا فعل ناقص ولا في مفروق واللي في مفصل إذا مثلا عندنا شي جملة تقول لك حددنا النوع ديال هذا مثلا نقولوا ينتقل أو ينقلوا ينقلوا وعدنا يجري إذن ينقل ديما كنرجعوا للماضي هو نقل هو نقل إذن فينقل سالم كتبوا هنا ينقل أعطونا جدول ينقل علاش لأنهم دائما نحول إلى الماضي ينقل هو نقل ونقل سالم يجري كنحولوا إلى الماضي هو مع الضمير هو جرى جرى إذن غيكون عندنا ناقص غنكتبو هنا يجري غنكتبو هاد الفعل ولكن راه كنحطو في ديال الخانة ديال ناقص فعل ناقص الآن سنرى مجموعة من الأمثلة عندنا امتحان ديال مديرية بن سليمان لاحظوا شطونا هنايا عطونا هنا فعل راكبة نخرج منه اسم فاعل اسم مفعول اسم مكان اسم آلة وعطونا هنا مركب مركوب مركبة راكب إذا عندنا راكبة نكتبو راكبة نعم راكبة نخرج منه اسم طبعا اسم فاعل ونخرج منه اسم مفعول ونخرج منه اسم مكان مكان نعم ونخرج منه اسم آلة فراكبة ثلاثي هذا فعل ثلاثي على وزن فاعل إذا راكبة راكب راكب واسم مفعول مركوب مركوب نعم وحس ثلاثي يكون عوز مفعول اسم اسم مكان طبعا هو مركب نعم
مركب. والآلة هنا على وزن مفعلة، نعم ركب يركب مركب مفعلة، مركبة مركبة. هذا مثال مركبة. الآن غنشوفوا مثال ديال شي. طبعا عندنا عين سبعة الحي المحمدي، قال لك الصوغ من الأفعال التالية حسب ما هو مطلوب وأنقله في التحليل. نعم اقترب، غنخرجوا منها اسم فاعل، ورتب اسم مفعول. إذا اقترب غنخرجوا منها اسم فاعل، اقترب اقترب اسم فاعل، هذا الفعل غير ثلاثي. إذا ديما من الأحسن غنقولوا غنبداو اسم فاعل نبداو بالميم مضمومة، مق تاريبون مق تاريبون. علاش درنا كسر؟ لأنه اسم فاعل بنينا ميم مضمومة لأنه غير ثلاثي. ثم قالوا لنا رتب وعندهم لنا اسم مفعول، نعم رتب وعندهم لنا اسم مفعول رتب، نعم هذا غير ثلاثي، واحد جوج ثلاثة وتضعيف. إذا عندي نبداو بالميم مو را، ولكن اسم مفعول تكون فتحي ما قبل الأخير، مرتب نعم مرتب. ثم طلبوا منا هنايا ها هي اسم مكان من رمى، واسم زمان من شرق. نعم اسم مكان من رمى، اسم مكان ديال رمى غنقولوا مرمى مرمى، واسم زمان ديال شرق نعم مشرق مشرق. نعم ثم عطاونا اسم تفضيل، اسم تفضيل من فعل، اسم تفضيل اسم تفضيل من فعل نعم كرم كلمة كرم نعم أكرم محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، أكرم من فعل كرم. نعم إذا أعطونا الفعل كرم خرجنا منه اسم تفضيل هو أكرم، نعم أكرم. نشوفوا مثال آخر هذا حتى نتمكن. إذا ها هي عندنا هنا قالوا لنا عطاونا الفعل خرجوا منه اسم فاعل واسم مفعول، توج والصدارة، توج والصدارة. إذا توج اسم فاعل بلاتي نكتبو توج توج، هذا غير ثلاثي غيكون مو عندو ميم، علاش؟ لأنه غير ثلاثي موتا ويجون متوج حيت اسم فاعل، واسم مفعول نديرو ميم مضمومة موتا و متوج، نعم متوج. ثم عطاونا استضافة، استضافة هذا غير ثلاثي طبعا عنده ميم مضمومة موس، مادام انه اسم فاعل يكون مستضيف مستضيف، وما هو اسم مفعول هو ميم مضمومة مستضاف فتح ما قبل اخره مستضاف، نعم. ثم اعطونا هنا القلب صديق اعطونا الفعل ان عرج، نعقل لكم الجمله، قالنا توقف هذا نديرو اسم زمان او اسم مكان، توقف السائق في، وعطونا ان عرج وسط الغابه، توقف السائق في نعم ان عرج نقولوا نكتبوها احسن، توقف نكتبوا هذه الجمل بعدا انا كتبت الجمل، توقف السائق في عندنا وسط الغابه، إذا عنده اسم مكان انعرج نقولوا في توقف السائق في منعرج 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 عرج نعم منعرج وسط الغابة. دابا الفعل غابة، يظهر الهلال بعد، عندنا الفعل الغابة الشمس بعد مغيب الشمس، بعد مغيب الشمس صار الموكب قبيل، نعم الفعل وعد قبيل موعدي موعدي، اسم زمان واسم مكان على من الفعل الثلاثي يكون اما على وزن مفعل او مفعل. هذه الواحة هذا فعل غير ثلاثي، استقر هذه الواحة طبعا للرحال خلال الصيف، هذا الفعل استقر، هذه الواحة مو مستقر 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 للرحال خلال الصيف، اذا غير ثلاثي جمع الوزن مستقر، وعد موعد فعل مفعل ومفعل، غاب مغيب جد حرف العله، ان عرج غير ثلاثي يكون على طبعا من مضمومه منعرج منعرج. لاحظوا هذا النشاط هنا صوغ او صوغي اسماء الاله من الافعال وهذا في الجمل، عندنا عمي يقود شاحنه ضخمه الفعل هو يقود خرج منه اسم اله،
ينظر الفلكي إلى النجوم بانتظام، ينظر عن خرج منه اسم آلة. أمي تحفظ نقودها عند الذهاب إلى السوق، إذا عن خرج منه اسم الآلة. هو تحفظ. الفتاة تكوي الأقمشة بعد غسلها. الفعل هو تكوي. إذا غنبداو هنا نقلبوا هذه الورقة. عندنا هنايا هنا ينظر الفلكي إلى النجوم بانتظام، إذا ينظر منظار، منظار مفعال، منظار. بالنسبة لأمي الأولى نسيناها، عمي يقود شاحنة ضخمة، مقود، نعم قاد يقود مقود، نعم. بالنسبة قلنا ينظر الفلكي منظار، أمي تحفظ، تحفظ فاش في محفظة مفعلة، محفظات، هذه اسم آلة. الفلك فتاة تكوي، كوا يكوي، مكوات مفعلة، مكوات تاء مربوطة، حيث مفعلة مكوات، مكوات، نعم. هنا قالوا لنا أكمل الجدول بصياغة اسم تفضيل من الأفعال التالية. اسم تفضيل للمذكر طبعا صادق، أصدق، نعم اسم تفضيل على وزن أفعل، أصدق، ومن أصدق قولا من الله، طبعا أصدق. هنا قرأ، أقرأ، فلان أقرأ من فلان، يعني أكثر منه قراءة. رحم، أرحم، الله أرحم الراحمين، أرحم أفعل. سعيد، أسعد، المنفق في سبيل الله أسعد الناس، أسعد. المتصدق أسعد، نعم أسعد. إذن هذا اسم، طبعا هذا اسم تفضيل، هذا اسم آلة، وهنا اسم مكان واسم زمان. نرى أمثلة أخرى، نشوفوا هذا ديال آسفي. قالنا أصوغ اسم فاعل واجب مفعول من الفعلين التاليين، نعم. إذن مع الشكل، دخل، ثلاثي هذا، داخل، داخل، داخل فاعل، واسم مفعول مدخول مفعول، علاش؟ لأنه ثلاثي، اسم فاعل على وزن فاعل، دخل داخل، كتب كاتب، واسم مفعول على وزن مفعول، دخل مدخول، سمع مسموع، هذا غير ثلاثي. استخرج، ديما عمدوا من مضمومة، مستخرج، مستخرج، كسر ما قبل آخره. بالنسبة لاسم مفعول فهو من مضمومة، مستخرج، مستخرج، مستخرج. هاتي اسم الزمان والمكان من الفعلين، يسبح، مسبح، قلنا سبح، يسبح، مسبح، مسبح. وعد، موعد، نعم موعد مفعول، اسم آلة، اسم طبعا الزمان والمكان، موعد اسم زمان، ومسبح اسم مكان. دابا اسم الآلة، نشر، 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 منشار، منشار. نجمع لكم مجموعة من أسماء الآلة وأسماء طبعا الزمن المكان المتداولة. هنا قص، يقص بالمقص، مقص، مفعل، مقص، نعم. دابا اسم تفضيل من الفعلين، طال، طال، أطول، طال، أطول، قلنا استطيع الوزن أفعل، أطول. ثم حسنا، أحسن، حسنا، أحسن، نعم. سنرى هذه كتابة الأعداد، نعم. نشوف مثال آخر، نعم. نكمل القواعد الظاهرة اللي كندرسو. أتم ملء الجدول بما يناسب مع الشكل. نشر، فعل نشر، اسم فاعل، إذا كان إذا نشر اسم فاعل ديالو، هذا ثلاثي، نشر، ناشر، فاعل، هي ثلاثي، نعم. واسم مفعول على وزن مفعول، يعني منشور، نعم مفعول، علاش؟ لأن الفعل ثلاثي. واسم آلة ديال النشارة، منشار، منشار، لاحظوا كيتعاودوا حتى في الامتحانات. دابا اسم مكان واسم زمان من الفعل، حضر الأطفال، في اختبر العلوم، حضر الأطفال إلى غير ثلاثي، مختبر، إلى مختبر، مختبر العلوم، نعم. في الوعد، في ال ديالهم ال، في الموعد، في الموعد، نعم في الموعد، نعم. لاحظ هنا قلنا أصوغ اسم الآلة من الفعل الآتي، صعد، نعم صعد، فين؟ مصعد، مصعد، مفعل، صعد، مصعد. أصوغ اسم التفضيل من الفعل الآتي، حسنا،
اسم طبيعي الوزن افعل احسن احسن نعم وكرم اكرم اكرم نعم اكرم هذا اسم طبعا تفضيل. اذا نكمل باقي امتحانات نماذج اغترب نخرج منه اسم فاعل اغترب فهو غير ثلاثي اذا يكون عندنا بادي بميم مضمومه مغتربون مغتربون واسم مفعول ما دام انه غير ثلاثي يكون تو بادي بميم مضمومه مغتربون نعم مغترب لكن وعد ثلاثي اسم فاعل ثلاثي على وزن فاعل وعد واعد واسم مفعول موعود نعم هذا وزن مفعول. أصوغ اسم الآلة من الفعلين الآتيين حب الوطني فعل فتح التقدم حب الوطني مفتاح التقدم مفتاح التقدم العقل الإنسان في حياته وزنه العقل ميزان نعم ميزان الإنسان ميزان الإنسان. الآن قلنا صوغ اسم تفضيل من الفعلين المغرب حسن البلدان المغرب أحسن البلدان طبعا بلدنا أحسن من بين أحسن البلدان. العلم نفع من المال العلم أنفع من المال على وزن أفعل أنفع من المال العلم أنفع من المال. عن توقفوا هنا إن شاء الله على أساس أن بقى عن نكمل في الظاهرة ديال الصرف الظواهر الصرفية ثم التراكيب ثم الإملاء حتى نتمكن وشعارنا هو لا للغش.